في جولة له في بيروت اجتمع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مع شخصيات لبنانية سياسية عدة، وفي عين التين كان له لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية في الجنوب مع فلسطين المحتلة. وبعد اللقاء اكتفى عبد اللهيان بالقول: مع الوزير كيف كان اللقاء مع الرئيس بري؟ هذا وزار عبد اللهيان السراي الحكومي، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شارك فيه عن الجانب الإيراني السفير أماني والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس والسفير بطرس عساكر. في خلال الاجتماع أكد الوزير الإيراني ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والوصول إلى حلول عادلة لكل دول المنطقة. ثم توجه عبد اللهيان إلى وزارة الخارجية اللبنانية، حيث التقى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللهيان أن هذه الزيارة أتت في إطار حرص الأخير على التشاور الدوري في الشؤون الإقليمية والتطورات الدولية وما يرتبط بالعلاقات بين البلدين. فلبنان لم يرغب يوما بالحرب ولا يسعى إليها، نريد الاستقرار والهدوء وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة وجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، مما يقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكدنا أيضا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ردع إسرائيل ووقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كلا البلدين أي إيران ولبنان يؤكدان بأنه الحرب ليست هي الحل، ونحن لم نكن بتاتا نتطلع إلى توسيع نطاقها. نعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية وحماس فقد قامت بعملها بشكل دقيق وحكيم، سواء في مسارها وعلى الصعيد المقاومة ضد الجرائم الصهيونية والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان، وأيضا على الصعيد السياسي. نحن نقول بكل صراحة بأنه إذا أمريكا تتطلع نحو إرساء الهدوء في المنطقة، فآلية ذلك وحل ذلك هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم وهذه الحرب ضد غزة والضفة الغربية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد إلا خيرا للبنان. واختتم عبد اللهيان جولته بمؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، أكد خلاله أن إسرائيل بلا أمريكا لا تستطيع أن تمضي في هذه المعركة ولو للحظة واحدة، مشددا على دعم المقاومة والتركيز على الحلول السياسية رغم الدمار والقتل المأساوي الذي نشهده في غزة. لكن المقاومة وحماس فقد عملت بكل عقلانية وبكل مسؤولية، سواء على صعيد المقاومة أو على صعيد الحل السياسي. تقييمنا هو كالتالي: بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يخوض حربا في جبهتين، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني فاستطاع حزب الله أن يرد بشكل قوي على الأفكار الاعتدائية للكيان الصهيوني سواء في جنوب لبنان وفي شمال فلسطين المحتلة. كما ذكر إنها الزيارة الثالثة لكم منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى لبنان، نظرا لأهمية هذا البلد في المعركة الدائرة. سؤالي لكم: دائما ما كنت تردد معالي الوزير بأن إسرائيل باعتداءاتها تستنفد الحلول السلمية، وأن الوضع إذا بقي هكذا لن تبقى إيران فقط بمحاولة إيجاد حلول في المنطقة. إذا بقيت إسرائيل معالي الوزير على هذا المخطط، كيف سيكون رد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ أنا أعرف أنك دبلوماسي جدا في الأجوبة دائما، ولكن المخطط الإسرائيلي واضح وهو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى رفح. إذا حدث هذا الشيء، الرد الواضح اليوم من بيروت، كيف سترد رأس حربة محور المقاومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الموضوع، خصوصا أننا نعلم أنك اجتمعت أيضا مع قادة الفصائل المقاومة في فلسطين السيد زياد نخالة وأيضا السيد أسامة حمدان هنا في لبنان، واجتمعت مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله؟ من دون أدنى شك فإن إسرائيل من دون أمريكا فلا تستطيع أن تستمر في هذه الحرب ضد غزة ولو لساعة واحدة. إن هذا الأمر الذي نشهده بأن الكيان الصهيوني وبعد 127 يوما من الدمار الواسع وقتل الأطفال والنساء في غزة، فلم يستطع هذا الكيان بتحرير أسير إسرائيلي واحد، فهذا يدل على القوة والقدرات والإمكانيات العالية للمقاومة. نحن وبالتزامن مع دعمنا للشعب الفلسطيني والمقاومة فنركز أيضا على الحلول السياسية. سنستمر في جهودنا وبالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والأردن ومصر والدول الإسلامية والعربية، سنستمر في جهودنا من أجل وقف التهجير القسري وإرسال المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد أهالي غزة والضفة الغربية. وأكد عبد اللهيان أن إيران ستدعم بكل قوة أي مبادرة بشأن غزة والضفة الغربية يكون بمركزها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.